حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ارتفع سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي في أسواق بغداد وأربيل، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية سجل الدولار الواحد 1490 دينارا، فيما سجل الدولار قبلها بيوم 1491 دينارا. هذا وسجلت أسعار البيع في محل الصرف بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعا في قيمة الدينار، إذ بلغ سعر البيع 1500 دينار لكل دولار. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 220 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 3000 برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 217 ألف برميل يومياً. سجلت أسعار اللحوم في مصر استقراراً في الأسواق المحلية بحسب شعبة القصابين، وأشار تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث في الغرفة التجارية إلى أن سعر اللحم البقري يواصل استقراره بين 320 و420 جنيهاً للكيلو الواحد حسب القطعة وكذلك حسب المنطقة السكنية، كما يختلف السعر من محافظة لأخرى. تراجعت الأرباح الصافية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات سبكيما السعودية بشكل حاد خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأعلنت الشركة أن أرباحها تراجعت بنسبة فقط 61%. وأرجعت الشركة السبب في تراجع الأرباح الحاد إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نظراً لارتفاع أسعار القيمة والمواد الأولية وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة. لنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.